السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله هذا الوجه عزيزي المشاهد. اللهم لك الحمد. خلصت غرفتي الحين، ما راح أزعجكم كل يوم بغرفة. هذا الشيء. شيء ثاني جماعة، تغيير المقطع هذا. إذا ما تبي تعطيني لايك لا تعطيني عادي، ولا تنشر المقطع ما عندك مشكلة، بس اشترك. الله يرضى عليك. مشاهدات تجيني بس اشتراكات قليل مرة. الله يرضى. اليوم يا جماعة الخير، هواوي أب جاليري مدلقيني ومدلقين. للمعلومية متجر أب جاليري مو بس الهواوي، الجميع أجهزة أندرويد. وانصحكم نصيحة لوجه الله انكم تحولون كلكم متجر اب جاليري يا جماعة الخير، لانه العروض ما توقف على مدار 24 ساعة، كل ساعة عرض، كل نص ساعة عرض، يعني ما توقف، وبرضه تستفيد من العروض الموجودة. وش العروض يا رايد؟ بالله، عرض يوم الجمعة يا جماعة الخير 20% نقاط زيادة، بس لما تشحنون يوم الجمعة، طبعا هو كل جمعة يعني مو بجمعة واحدة، كل جمعة، مثال لو شحنت 1000 نقطة بتجيك 200 نقطة زيادة، وإذا جتكم النقاط يمديكم تستفيدون منها بالألعاب والتطبيقات اللي داخل المتجر. لا تنسون يا جماعة الخير تحصلون رابط العروض تحت في الوصف اللي كمان مقطع. اشتراك اشتراك. أنا اليوم يا جماعة الخير الجزء الثاني من بدايات اليوتيوبر. بدأت الجزء الأول، في كثير قالوا نزل الجزء الثاني فحبيت أنزل لكم، ونبدأ بأول واحد حبيبنا نويصل. سويلي أبو وجه ضيق. لا أمزح يا حبيبي. أول مقطع فيس كام مع شنقو بابا. لا والله العظيم إني ما شفت، والله إني ما شفت بداية ناصر والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي. سيداتي أنساتي سادتي. صوت المايك، صوت نفس. حللتم أهلا وطأتم سهلا أينما كنتم في مشارق الأرض أو مغربها. حياكم الله وأرحبوا معكم أخوكم ناصر أو سويلي أو نويصر أو سمي اللي تبي تسميني فيه عزيز المشاهد غير أبو الصندح. المهم ما شاء الله تبارك الرحمن، أول مقطع فيس كام شوفوا كيف. بسم الله شكرا. الوجه هذا ما عجبني شباب. ها طبعا ناصر يا جماعة الخير مو من القديمين. ناصر ما شاء الله تبارك الرحمن الحين اتوقع انه بيدخل مليونين او دخل مليونين بسنتين بس ما شاء الله. طبعا هو شنق شيء حلو مره، شيء يحسب له. بس فينا يقول لعب ضد اخوي كريتف صدمني. عيونكم يا سادة المشاهدين. ناصر يا مريحة يعرف. طيب خلصنا من ناصر، شوف مين اللي بعده. الآن نشوف دحوم 3.9. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، 10 سنين ما شاء الله. والله عمر عيال، والله في يوتيوبر ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن ما شاء الله. طبعا ما في إلى الآن ما في فيس كام الألعاب عرق. المقطع شكلي ما بحكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن أو دحوم 3.9. رجعت لكم فيديو جديد وأخيرا يا شباب صوت صغير يا عيال. قلت لكم جيم بلاك اوبس تيم دث مات، ذبحت 31 ومت 3 مرات. اوه 30 ما اعرف الكود بس استنى كثير يعني حلوه. هذه مقابلات دحومي 3.9 مع مطورين العاب عربيه. السلام عليكم. الله الحساب يا جماعه الخير، حساب مصارعه. معانا الحين حزام مرتين. لا يا جماعة لا تحسبوني انا ادخل اطقطق كذا، بس بشوف بداياتهم ترى هذا شيء يعني محفز. شوفوا كيف بدوا من لا شيء. في ناس يقول لا والله انا ما ابي ابدا، لازم عندي بي سي وعندي. شوفوا ناصر يسولف يتنفس بالمايك، المايك هنا لازم. والله اي شخص اطلع عندي بالقناة والله وتالله اني احبه واغليه واعتبره قدوة لي يوتيوبر، يعني بس اعلمكم انه كيف بدوا انهم من لا شيء بسيطين والحين. بس والله الحزام يعني شيء. مطور العاب سعودي عبد الله كونش، كيف الحال يا عبد الله كونش؟ الحمد لله اهلا وسهلا. طيب تقدر نقول لنا الالعاب اللي قاعد تطورها بالفتره الحاليه؟ طيب ممكن امشي بالالعاب المعروفه فيها سابقا اللي عندنا فرقه النانو. مين؟ شوفوا مين هنا الزلم يا جماعة، والله عندهم زلم. صيخ شاورما مو بزلم. اوهو خلودي 25 قبل 8 سنوات ديم خلودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اخوكم. يا عيال انا شيد واجي ولا ما تجي خلود. شوف الحركة بس. يا الله يا اخي خلودي من
باليوتيوبر اللي ينوعون. شوف كيف بدأ ينوع بالألعاب، ينوع 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 بقناته يعني مرة من زمان. يلا بدي أصبر يا مان الله. وشو خالد أمي يا خالد خالدك بناء أصلا خالد خالد هذه البساطة يا جماعة الخير والله هذه البساطة. أوه خلودي خمسة يا شيخ باركم إن شاء الله طيبين إن شاء الله كلكم بأحسن حال. مقطع جديد يا حبيبي رجعت لكم فيديو يعني شيء جديد في قناتي. قايل لكم ينوع من قبل ينوع والله تبارك الله ما شاء الله عليك. حيا لك يا أبو سلمان. مجرم كيف يا أبو مجرم السلام عليكم ورحمة الله. أنا قعدت خالد خلودي 25 مجرم جيمز يا حبيب. لا 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 تحل ترى قديم مرة مرة قديم مرة غبار غبار مرة بس عليه غبار والله يجي زعجان أنا وخالد يقول نسوي ما بنسويه عاد والله القديمين عيال الزلف مشكلة حبيبي يا بندرت بسم الله والله بدون فيس كام بدايته ليك هذا وجهه مع براء. اوه اصبر اصبر يا ربي يا ربي كيف اقفل ذا التصوير والله بداية بسيطة يا جماعة الخير والله العظيم قفل من الغرفة شغل فلاس جوال جلس براء والعب يا وحش هذا الضوئي مدري ما صغير والله لك رسختوتك يا ضرم صباح الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حليل بندر وبندرته واليوم معانا مقطع جديد تفتيح باكجات أدري معليش وجهي عصفور لأنه ذحين صاحي المفروض إني كان أفتح التشكيل تسان نزلت كاملة وكان كل مرة بعد عشان أفتح باكجات بدأ سنة سنتين ثلاث أربع ما عنده دعم ما عنده مشاهدات خمس ست سنين ضرب سنتين شوف كم جاب ما شاء الله الله يزيدهم يا رب زبده بندر ودي اقرص خدودك قسم بالله لا اقرص خدودك شوفون هنا 10,000 مشترك هنا 10,000 مشترك قبل 6 سنوات وهنا قبل 8 سنوات يعني بسنتين جاب 10,000 بس اوه هنا ابو فله ابو فله صار له 5 سنوات ما شاء الله تبارك الله السلام عليكم ورحمه الله يا حليل صغير بركاته اليوم يا شباب راح نعلم ما تغير شيء والله نفسه بس الحين شنب صغير شوي يعني كم بأقوى سلاح في باتل فيلد سلاح مستحيل تلاقي مثله أنا أتوقع أنك ما جربته لأن مستحيل تجربه من بعد المقطع صغير يعني هنا أتوقع عمره 16 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شباب عساكم طيبين آخر مقطع باتل فيلد كانت تعليقات بعضها يعني روح يلا روح فل 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 من والله كان مرق ريان بسم الله الرحمن الرحيم قبل كم؟ 9 سنوات يا عيال في يوتيوبر كثير من سنين بعدين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الله وجه دفر والله هذا اللي يجي سبب واحد الفصل يا قوس ينزد أوفرك في القناة عندي أشياء قسم بالله يا أخي وجهك بشوش وجهك محترم قسم بالله يا الله يوفقك يا أخي قسم بالله العظيم وجهك محترم والله العظيم إني أحترمه غصب قسم بالله العظيم كثير مرة ودك بك مياه لكن نودت مقطع قليلة طيب كذا أقرب صوت كذا قاعد تسمعون صوتي من الكام نفسها شيء غبي لازم أضبط لي مايك لازم أضبط لي أشياء جامدة للفلوقات أو الفيس كام أضبط له أحلى غرفة تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله يوم اللاعبين قبل كم قبل 8 سنوات عيال و 7 سنوات 14 أخوك ريان أوسين زد والله ما كنت 2018 ما أعرف الجيمينج جيمينج ما جيمينج أي شيء يوتيوبر جيم ما أعرف أحد والله يوم اللاعبين وقت ألعب بلوت أنا حكم ثاني سيرا 2014 طيب شكرا 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 لكم استمتعت وأنا يا حبي لك الله يوفقك يعني جماعة الخير إن شاء الله جوكم حلقة سامحوني يا يوتيوبر والله العظيم إني أحبكم ترى وإني يعني الوضع ضحكم يعني الوضع حبي يعطيكم العافية تسوون لايك واشتراك شوفكم على خير في أمان الله.